والله الحمد لله تم بفضل الله العملية بنجاح، والفضل لله والشكر لله ثم لهذه الدولة المباركة لخادم الحرمين الشريفين وسمو عهده ولي عهد، الله يحفظهما ووفقهما لكل خير. وما شاء الله أتوا بي في هذه المستشفى كوادر، ما شاء الله كل الأطباء مهرة في هذا الجانب، سهل الأمور. وكذلك الشكر تقدم لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف علي الشيخ جزاه الله خير، الذي بادر في هذه اللفتة الأبوية. وأول من اتصل بعد العملية معالي الوزير جزاه الله خيرا، وأتقدم بشكر جميع الأعضاء في الوزارة، كلهم كانوا معي ليلا ونهارا في كل وقت، ما تركوني ولا دقيقة واحدة في المستشفى. وهذا استقبال الملوك جزاه الله خيرا، وهذا ليس ببعيد من لهذه الدولة التي منذ تأسيسها هي كانت في خدمة الدين، خدمة الإسلام والمسلمين. عبر العقود الأخيرة ما شاء الله يهتمون بصحة المشايخ من جميع أنحاء العالم الإسلامي، وهذه يشجع الإنسان أن يدعو لهذه الدولة المباركة، أن يدعو جميعا لهذه الدولة المباركة. وكما قال الإمام أحمد: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في الإمام. لأن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الله يرحمه: الناس على دين ملوكهم. وهذا ليس بعيد من هذه الدولة المباركة التي تأسيسها دعوة إلى التوحيد والسنة. جزاهم الله خيرا ما قدموا لهذا الدين، وبارك الله فيهم.